سعدنا مرة تانية أن يكون معنا دكتور نبيل جبور، أحد العلامات في خدمة الفاميلي. ابتدى خدمة العائلة في مصر سنة 1980 لمدة 10 سنين، نجح خلالها مش بس في تسديد احتياجات العائلات وهي احتياجات عديدة متعددة، لكنه أيضا تلمذ الكثير والعديد من القادة اللي ما زالوا مستمرين في هذه الخدمة الهامة في مصر. النهاردة بنستأنف كلامنا عن العلاقات الأسرية، لو حضرتك تدينا ملخص سريع عن الحلقة الأولى. في الحلقة الأولى تكلمنا عن حاجتين رئيسيتين، أنه عند كل إنسان احتياجات أساسية، منها الاحتياج للحب والاحتياج للإحساس بالقيمة والتقدير، والناس بتحاول تملي الاحتياجين دول بأساليب متنوعة، لكن ما فيش حاجة بتقدر تشبع احتياجاتنا زي علاقة عميقة مع الرب. والإنسان بعلاقاته الزوجية مرات كثيرة بيكون بدل ما يكون مساهم في تشجيع شريكة حياته أو شريك حياتها، تلاقي الاثنين بحالة صراع صعب. ودي كان موضوع الحلقة الأولى. دكتور جبور، في كل علاقة إنسانية هناك شكل بيحكم هذه العلاقة، يا ترى في العلاقة الزوجية هناك ما يسمى الهرم الوظيفي بين الزوجين؟ في ناس كتار بيفكروا أن الكتاب المقدس بتكلم عن هرم وظيفي واحد، المسيح هو رأس البيت، تحت المسيح الزوج، وبعدين الزوجة، وبعدين الأولاد. وفي آية بيستخدموها اللي هي موجودة بكورنثوس الأولى 11:3، ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. لكن في صورة أخرى أو هرم وظيفي آخر نجده بيوري المسيح هو كرأس البيت، ومنشوف الزوج والزوجة على نفس المستوى، اثنيناتهم خاضعين للمسيح، والأولاد خاضعين ليهم وخاضعين للمسيح. ودي مبنية على بطرس الأولى 3:7، كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم. بالهرم الوظيفي الثاني ده منشوف الراجل والست بنفس المستوى، ما بين الهرم الوظيفي الأول المسيح هو رأس البيت، بعدين الرجل، بعدين الزوجة، الرجل بيخضع للمسيح والزوجة بتخضع للمسيح وزوجها، وبعدين الأولاد بيخضعوا للمسيح وللأب وللأم. الصورة الثالثة ترينا المسيح رأس البيت، وترينا الزوج والزوجة والأولاد بدوائر متداخلة. ودي مبنية على غلاطية 3:28، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع.
الامتحان بيجي لكل من الثلاث أهرامات دول بالصورة الأولانية. لو المسيح اختفى من الصورة بصير الزوج دكتاتور البيت. لو الصورة الثانية شفنا المسيح اختفى من الصورة صار في عنا بيت في زوج وزوجة، مين رأس البيت؟ بس يكون في مشكلة، مين مفروض يقوم بالقرار النهائي؟ الأقوى أو المتعلم أكثر أو المستبد أو القوي الشخصية؟ بكون وضع صعب. بالصورة الثالثة لو المسيح اختفى من الصورة فوضى، مين المسؤول بالبيت؟ أنا بتهيألي الثلاث صور ينطبقوا على الحياة المسيحية. ربما بطفولة الأولاد بيكون الوضع الصورة الثانية مع الصورة الأولى، لأنه دائما في احتياج للصورة الأولى، في شخص مفروض يعمل القرار النهائي، وحسب الكتاب المقدس الرجل هو رأس البيت. لكن كل ما كبروا العيال وصاروا بسن يعني قادرين يشتركوا باتخاذ القرارات، مرات حياة الزوجية بتكون مفروض تكون ديمقراطية، لأنه أولادنا بصيروا أخوتنا في الرب. نقشتني على كفك، أحببتني أنا، وجعلتني ابنا لك، أخبرني من أنا. نقشتني على كفك، أحببتني أنا، وجعلتني ابنا لك، أخبرني من أنا. من أنا لكي أفوز بحبك؟ من أنا لكي أصير ابنا لك؟ من أنا لكي أفوز بحبك؟ من أنا لكي أصير ابنا لك؟ أنا من أمضيت سنين أكسر قلبك بشروري، كم كان ماضيا مشينا كان بالعصيان سروري. أنا من أمضيت سنين أكسر قلبك بشروري، كم كان ماضيا مشينا كان بالعصيان سروري. أنا من سخرت من اسمك بكل ما ساء من كلام، أنا من أهنت قدسك بكل أشكال الأثام، أنا من سخرت من اسمك بكل ما ساء من كلام، أنا من أهنت قدسك بكل أشكال الأثام. وأنت قدوس جبار، الكون أمامك ينهار، أنت قدوس جبار، الكون أمامك ينهار. اخترت أن تحبني وتقابل ذنبي بصفحك، فمن أنا؟ من أنا؟ أمضى من العمر زمان زمان زمان، ينفث شرا في كل مكان مكان مكان. أنا من أمضى من العمر زمان زمان زمان، ينفث شرا في كل مكان مكان مكان. أتباهى بفسادي وأبرر ذنبي بإلحادي، كنت أتباهى بفسادي وأبرر ذنبي بإلحادي، كم كنت أصر بعنادي على رفض لك، وكان كلامي على لساني كسم الثعبان. أنا
من أمضيت سنينا أكسر قلبك بشروري كم كان ماضيا مشينا كان بالعصيان سروري أنا من أمضيت سنينا أكسر قلبك بشروري كم كان ماضيا مشينا كان بالعصيان سروري أنا من سخرت من اسمك بكل ما ساء من كلام أنا من أهنت قدسك بكل أشكال الأثام أنا من سخرت من اسمك بكل ما ساء من كلام أنا من أهنت قدسك بكل أشكال الأثام وأنت قدوس جبار الكون أمامك ينهار أنت قدوس جبار الكون أمامك ينهار اخترت أن تحبني وتقابل ذنبي بصفحك فمن أنا من أنا في تيموثاوس الأولى 3:5 إنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ مرات كثيرة سمعت محاضرات عن الحياة الزوجية والمتكلمين كانوا يتكلموا عن الأولويات بالشكل ده أنه أولا العلاقة بالله ثانيا العلاقة بشريك الحياة ثالثا العلاقة مع الأولاد رابعا الشغل أو الخدمة بذكر مرة من المرات رحت أنا ومراتي لإجازة وأنا كنت مرهق جدا ومراتي بنفس الوقت كانت مرهق وتوصلنا لمكان الإجازة أنا كنت أفكر بنفسي نفسي مراتي تعاملني كرقم 2 لأني مرهق لكن هي بنفس الوقت كانت تفكر نفسي وتقول لنفسها نفسي زوجي يعاملني كرقم 2 كنا بحالة لوي دراع كل واحد منا عم يطلب من الثاني يعني زي قراض على قراض في إجازة عملية صعبة قوي بالمفارقة للمثل ده مرة كنا رايحين لمؤتمر بسكندرية ونحن بالسكة كنت أقول لمراتي أنه آخر يومين طلبوا مني أخذ خدمات لشخص واحد من المتكلمين اللي ما قدرش يحضر وزيادة عن كده كان عندي مسؤوليات أخرى كثيرة بالمؤتمر أنا سألت مراتي إيه هي توقعاتك مني في هذا المؤتمر قالت لي 4 حاجات رقم 1 علاقتك مع ربنا ده رقم 1 حاجة تانية الخدمة والمسؤوليات بالمؤتمر ده رقم 2 رقم 3 الأولاد إذا عندك أي وقت أنا حأخذ بالي منهم لكن إذا أي وقت ممكن تأديهم للأولاد بيكون كويس قوي ورابعا أنا قلت كويس لكن بيني وبين نفسي عملت قرار أنه علاقتي مع ربنا حتكون رقم 1 ثانيا أي وقت عندي فاضي اللي ممكن أعامل مراتي كرقم 2 هعمل كده حاجة ثالثة أي وقت ممكن أدي انتباه لأولادي هعمل كده وحعملهم كرقم 3 والخدمة بأهميتها هتكون رقم 4 بهي ما كانتش متوقعة مني أعملها كده كانت توقعاتها أنه أعملها كرقم 4 بعدين هي سألتني إيه توقعاتك مني قلت لها رقم 1 علاقتك مع ربنا رقم 2 الأولاد رقم 3 إذا أي وقت عندك موجود للخدمة ده رقم 3 وأنا أكتفي أن أكون رقم 4 قالت لي كويس لكن بينها وبين نفسها قررت أن تكون علاقتها مع ربنا رقم 1 تعاملني كرقم 2 الأولاد كرقم 3 وإذا في وقت للخدمة هم حيكونوا رقم 4 لقينا نفسنا رغم مشغولياتنا ووقت كان بمنتهى الروعة لأنه ما كانش عم نطالب بالحقوق
كان جو نعمة. وقت اللي هي تعاملني بطريقة تجيب لي كوباية شاي أنا مش متوقع كوباية الشاي أشوف دي نعمة. وقت اللي أنا أسيب بعض الناس وروح أقعد معاها كده شوية هي ما تطالبش بالحاجة دي تشوفها كنعمة. أنا بتهيألي ده أساس رائع للعلاقات الزوجية أو الأسرية. برأيك من وجهة نظر الكتاب المقدس إيه هو دور الزوجة ودور الزوج؟ في بعض الناس بيفكروا أن الستات مطلوب منهم يتخصصوا بالخضوع. لعايز أقوله أنه إحدى سمات الملء بالروح القدس وطاعة المسيح هو الخضوع. صفة الخضوع مش بس للستات، مطلوبة من كل مؤمن بالمسيح. والبرهان على ذلك منشوف بعدد 21 من الإصحاح الخامس من أفسس، بيقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الرب. بعد الآية دي منشوف مقطع مركز عن العلاقات الأسرية بأفسس 5 ابتداء من عدد 22 إلى آخر الإصحاح، بيقول أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح هو أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو أي شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. مش تهب رجلها، فلتهب رجلها. بقى المطلوب بالعلاقات دي في ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية مطلوب من الزوج أن يكون رأس البيت. مفروض بكل بيت يكون في رأس، وحسب تعليم الكتاب المقدس الله يتوقع من الرجل أن يكون رأس البيت. مش معناها استبداد أو تسلط، لكن مفروض أن هو الشخص اللي يقوم بالقرار النهائي. بعد مناقشة وبحث واستماع واحد من الآخر مفروض الرجل أن يقوم بالقرار النهائي. حاجة أخرى تعني كونه رأس أن يحمل الشمسية، لأن هو المفروض اللي يكون عم يحمي البيت. طول ما هو حامل الشمسية الزوجة والأولاد بيوقفوا تحت الشمسية اللي حملها الراجل. حاجة أخرى مطلوب من الراجل أن يقوم بها أن يقوم بمحبة هادفة لكي يقدسها. يعني مش مجرد يحبها، يحبها حتى يبنيها ويساعدها ويقويها ويقدمها بلا غضن. كلمة غضن كلمة صعبة باللغة العربية، معناها بدون كرمشة أو بدون تجعيد. مش بس من ناحية الجسدية لكن من ناحية النفسية أيضا. إزاي يهتم بمراته بشكل حتى مع السنين يضل جمالها موجود؟ ومش بس كده، الكرمشة النفسية اللي ممكن تتكون مع السنين إزاي يساعدها حتى تكون نفسيا وروحيا عم تنمو حتى يقدمها إلى الرب بدون غض. حاجة أخيرة من دور الزوج محبة مضحية. زي ما المسيح أعطى نفسه من أجل الكنيسة كذلك مفروض الرجل أن يحب زوجته محبة مضحية. ماذا عن الست؟ مطلوب منها أن تحب زوجها وتخضع له. ما معنى الخضوع؟ مش كده ده حتسأليني السؤال ده؟ أكيد. الخضوع موضوع صعب. ليه؟ لأنه عادة يساء فهمه والناس بتفكر الخضوع معناها الخنوع. أنا بشوف فرق شاسع بين الخضوع والخنوع. بولس الرسول كان شخص خاضع
لكن شخصيته قوية. المسيح كان شخص خاضع لكن شخصيته قوية. بقى إيه المقصود بالخضوع؟ أنا حسب ما بفهم الخضوع، الخضوع هو الثقة بأن الله مسيطر على كل نواحي حياتي، وما فيش إنسان يستطيع أن يلعب بمصيري. إذا أنا متيقن أن الرب هو مسيطر، معناته ما فيش داعي للخوف. أعطيك مثال. لنفترض أنا تخيلت نفسي كالماسة تحتاج أن تكسر، لأنه الالماس اللي بنشوفه على الخواتم الثمينة ما بيكونش كده بالبداية، بيكون زي الزلطة. أيام زمان كان الخبير يحط الزلطة دي اللي فيها الماسة بالملزمة ويمسكها جامد، وبعدين من خلال إزميل والمطرقة يضرب على الزلطة دي بطريقة صح حتى يطلع منها من داخلها الالماسة الثمينة. الإنسان الخانع هو إنسان يرى نفسه جوه الملزمة ويائس، ما يقدرش يغير ظروفه، ده الخانع. المتمرد بيشوف نفسه جوه الملزمة وحاقد على الوضع اللي هو به وعايز يطلع ويبغض الإزميل والمطرق. بقى هنا بنشوف في وجه شبه، مش بس وجه اختلاف بين الخانع والمتمرد. نيناتهم غير راضين بالوضع اللي هم به، واحد يائس وواحد متمرد، لكن نيناتهم بيبغضوا الإزميل والمطرقة والملزمة. ماذا عن الخاضع؟ الخاضع شخص يختلف عن الاثنين. الخاضع هو إنسان يرى أنه الله ممسك بالمطرقة وماسك بالإزميل، وهو اللي عم يعمل بحياتي لكي يصورني أو لكي يبلورني حتى أصبح زي الرب يسوع. بقى الإنسان عندما نظره يتحول من يد الله أبويا السماوي وبيشوف مجرد إزميل أو مطرقة، يا أما يتمرد أو بيخنع، واثنين خطية. الحاجة الصح هي الخضوع. موجود في صلاة الإكليل بوصايا للزوجة ووصايا للزوج، بيوصي الزوجة أن هي تكون خاضعة لزوجها، بيوصي الزوج أن يكون حنين على زوجته. فلما هيكون هو حنين عليها هي هتخضع، وهي لما هتخضع هو هيكون حنين عليها. وفي نفس الوقت مش بس أنه هو يعملها بحب، هو الكتاب بيقول أنه يعملها كالإناء الأضعف، لأن معروف أن طبيعة المرأة مختلفة عن طبيعة الراجل شوية، فليها لازم الراجل يعامل مراته مش بحب بس، بحب وحنان، ويديها حياته كلها علشان هي تقدر لما هو يبقى فيه قرار وياخدوا رأيهم ممكن هي تسيب له الرأي ان هو يقول الرأي النهائي. يا شفيع أريد الموضة ولا
خطاتي صحيح اليقين بتكفير روح الإله الأمين وقوة فعل الكتاب الثمين بترك الخطايا فتحيا الدموع عين يا قدير عين يا شفيع أريد النهوض وأنا أستطيع عين يا قدير عين يا شفيع أريد النهوض وأنا أستطيع. في ضوء حلقة النهاردة عن الخضوع والهرم الوظيفي والأولويات في الحياة الزوجية، إيه النصيحة اللي نقدمها النهاردة لكل زوجين؟ النصيحة أنا اللي بقولها ارجعوا إلى العهد الجديد، رسالة أفسس الإصحاح الخامس وابتداء من عدد 22، واقرأوا هذا المقطع بالبيت وتأملوا بالمطلوب من الرجل ومن الزوجة.